للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو. مرحبا بك دكتور جمال. اقتحام واسع للأقصى من قبل المستوطنين وجنود صهاينة، هل من معلومات أكثر؟ عن اقتحام الأقصى أليس كذلك؟ نعم. نعم، الاقتحام أصبح يعني فرضا يوميا على قطعان وسوابق المستوطنين، ازداد شكلا ومضمونا، الحجم أكبر، حجم المقتحمين والشخصيات المقتحمة خطيرة جدا، قيادات عسكرية، قيادات شرطة، قيادات استخبارات عسكرية، قيادات حخامات، الحخامون يقودون قطعان المستوطنين من ورائهم أكرمكم الله ويشرحون لهم عن الهيكل. اليوم هم لا يقولون أننا نقتحم، هم يقولون أننا نصعد إلى جبل الهيكل، هارها بيت تيمبل ماونت بالإنجليزية، ويقولون بأننا يعني سوف نعم سوف نقوم ببناء الهيكل عاجلا أم آجلا في مكانه. هكذا هذا الهيكل المزعوم أصبحت المواجهة مواجهة الحقيقة عقائدية. هم يتحدثون عن اليهود مقابل الإسلام، لم يعد الأمر صراع سياسي أو مدني أو قومي بين العرب ويعني أيضا الأنباء تفيد أن الاحتلال يعني حول أو أحال القدس إلى ثكنة عسكرية، إلى أي مدى تؤثر مثل هذه الإجراءات على الحياة اليومية للمقدسيين؟ أصلا الحياة الاقتصادية في القدس والاجتماعية مشلولة تماما، لكن الآن فرض عليها في كل الأعياد اليهودية وخاصة هذا العيد الطويل، عيد ما يسمى الفيسح، فرض عليها أن تكون مشلولة تماما. فالمقدسيون محاصرون في أحيائهم وقوات عسكرية تجوب الشوارع، وبالتالي المدينة تحت احتلال عسكري متجدد. يعني لم يكتفوا باحتلال 48 للجزء الغربي من القدس، ثم عام 67 للجزء الشرقي أيضا، بل ها هم يجددون في كل عيد مجددا احتلال عسكري كبير وكبير جدا. بما تفسر تزايد الانتهاكات الصهيونية تجاه المقدسيين في الفترة الأخيرة؟ هي ترجمة فعلية وعملياتية وعد دونالد ترامب أو إيفانكا مع بعض المتساقطين من الأنظمة العربية اللي دفعوا له الأموال لغرض مهم جدا، وهو أن العقيدة الإنجيلية الصليبية المتأصلة في نفس إيفانكا وكوشنر وغرينبلات وسيدهم هذا الصنم اللي اسمه دونالد ترامب، كلهم سوية يؤمنون بالعقيدة اليهودية التي تقول لن ينزل المخلص من السماء إلا ببناء الهيكل. وبالتالي نحن نفسر أن هذه الإجراءات السريعة والسريعة جدا مع وجود تنسيق مع بعض الأنظمة سرا وعلنا، الهدف منها بناء هيكل لأجل أن ينزل المخلص. هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا الدور أصبح واقعا ويترجم يوميا بخطوة جديدة نحو الأمام. إلى أي مدى ترى تفيق الأمة الإسلامية؟ هذه الانتخابات الأخيرة في الكيان الصهيوني، إلى أي مدى ترى أن كان لها ربما دور في هذه الانتهاكات؟ نعم، هذه الانتخابات أفرزت حكومة داعشية يهودية بالمفهوم بين قوسين، يعني يمينية متطرفة فاشية وعنصرية، أكثر عنصرية من الحكومة السابقة، وبالتالي هذا يعني يشي ويعطيك إثبات بأن لا يوجد قيمة للعهود مع الإسرائيليين على الإطلاق. يعني نسفوا إسطبلات داوود ويعني حتى وادي عربة وما تسمى كارثة أوسلو كلها نسفوها، الآن أخذوا الجولان والآن في طريقهم لأخذوا الضفة الغربية وأن يغلقوا الملف، وهم يقولوا أن أورشليم عاصمة الدولة اليهودية القومية لليهود دون غيرهم. وبالتالي نحن أمام أكثر نظام فاشي عنصري في تاريخ البشرية. آن الأوان لأن تستفيق يعني الأمة وتستفيق على هول الصدمة من هذه الأفعال المشينة التي يقوم بها الاحتلال. شكرا جزيلا لك الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو.